نعم سيد مضر، يعني بالفعل كان اجتماع لافت تم بين سيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وقادة المعارضة السورية في ضوء هذه التطورات التي يشير إليها السيد مضر حمد الأسعد والجارية في الأراضي السورية. طب أتوقف هنا سيد مضر مع ما أشار إليه إعلاميون فيما يتعلق بهذا الاجتماع الذي دار بين هاكان فيدان وقادة المعارضة السورية. هاكان فيدان طالب قادة المعارضة السورية بعمل قائمة بالأسماء لبعض من السوريين الذين رحلوا أو بكل السوريين الذين رحلوا دون وجه حق ودون أن يرتكبوا أي نوع من أنواع المخالفات داخل الدولة التركية، وأنه سيتم النظر في هذه الأسماء وإعادتهم مرة أخرى للدولة التركية. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ نعم، هذه خطوة إيجابية جداً من وزارة الخارجية التركية أو من إدارة الهجرة في تركيا أو من قبل الحكومة التركية. هناك المئات من العائلات التي تم ترحيلهم بشكل ظالم حقيقة، رغم أنه يوجد لديهم كمالك وهي شغالة. هناك حالة من العنصرية ظهرت لدى بعض الأحزاب المعارضة في تركيا. هؤلاء حقيقة أصبحوا في حالة من التبلي على اللاجئين السوريين. هؤلاء أصبح شغلهم الشاغل وهدفهم الرئيسي هو التأثير على اللاجئين السوريين وطرد اللاجئين السوريين. على سبيل المثال، الكثير من مكاتب تأجير المنازل أو حتى دوائر الدولة، عندما يقوم السوري بزيارة دائرة من دوائر الدولة من أجل قضاء بعض الأوراق الرسمية فيتم ترحيله بشكل علني، أو الذين حقيقة يتم توقيفهم والمحاكم الموجودة في تركيا تقوم بتبرئتهم، تقوم إدارة الهجرة بتسفيرهم فورا رغم أنهم يحملون براءة كاملة من المحكمة المختصة في القضايا الجنائية أو العرفية أو غيرها.